رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ووزير التربية والتعليم رضا حجازي انطلق المؤتمر السنوي لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، ويهدف المؤتمر لمناقشة متطلبات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على تعليم الكبار في الوطن العربي. تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي، انطلق المؤتمر السنوي 19 لمراكز تعليم الكبار بجامعة عين شمس. الأدوار الجديدة لمؤسسات تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج تعليم الكبار هو ما ركز عليه المؤتمر بوضوح. احنا عارفين طبعا ان البيانات الكتيرة الضخمة الموجودة دلوقتي بيصعب تحليلها وان احنا ناخد قرارات بشأنها. من خلال الذكاء الاصطناعي بنقدر دلوقتي نحلل البيانات دي، ناخد قرارات حاسمة، نقدر من خلالها نطور منظومة تعليم الكبار، نقدر نقلل من آفة الأمية في الوطن العربي بشكل عام. لذلك هذا المؤتمر من المؤتمرات الهامة في الوطن العربي. هذا وقد تطرق مؤتمر تعليم الكبار في الوطن العربي إلى الدور الكبير للجامعات في محو أمية مليون مواطن، وكذلك محو الأمية التكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي ودور وسائل الإعلام والاتصالات الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة. المفهوم بتاع تعليم الكبار يتغير من مجرد انه يبقى ان احنا بنسعى انه الانسان اللي احنا بنحاول نمحو اميته يتعلم القراءة والكتابة والحساب، لاننا نبني شخصية وكيان عنده قدرة على مواكبة العصر من خلال تطبيقات الذكاء الصناعي اللي يقدر من خلالها عملية التعلم تبقى عملية مستمرة، ونقدر نبني كيان يبقى يشارك في أعمال التنمية. يمكن المؤتمر فيه ما يقرب من 62 بحث لعدة دول عربية، يقرب من 20 دولة عربية وأفريقية، بنناقش مجموعة من القضايا وأفضل الممارسات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الكبار، وصولا للمفهوم الشامل لتعليم الكبار. تعليم الكبار ليس فقط محو أمية، وإنما هو مجالات متعددة من ضمنها محو الأمية التدريب والتأهيل علشان نرتقي بجمهورية مصر العربية ووطننا العربي من الأمية الأبجدية، ونبدأ ان احنا نتكلم عن الأمية الرقمية والتكنولوجية. يأتي دور مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس انطلاقا من حرصه على تفعيل مجالات تعليم الكبار كافة وصولا لتنمية الفرد من اجل تنمية مجتمعية مستدامة. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.